خلج الخلج شامي ومغربي، ابن البلد وابن العرب والأجنبي. يا شمس هدي وود حدي وغربي، ونبتدي الجول بالصلاة على النبي، ونبتدي الجول بالصلاة على هقول لك يا سيدنا. الشيطان آني ذات نفسي، آني اللي الوسواس راكب دماغي أديله مدة من اللي بيعملوه الكام نفر دول، رغي وتسليط الفلاحين واللعب في دماغتي التملية والأجرية. وبصراحة فضلت مرجد لهم ومستني فرصة ألمهم وضيفهم في بيت العدة، يشوفوا العين الحمراء وعينة من اللي ممكن يحصل لهم ولبيتهم، علشان يطلعوا بعد كده
يمشوا على العجين ما يلخبطوهوش. من غير ما اعرف، من غير ما ادي لك اوامر. ماني كنت مستني بعد العشاء اجي لك في الروقان واقول لك كل اللي عندي. بعد ما تعمل وتنفذ يبقاني طرطور، وانت عملتها في وقت عايزين فيها اهل البلد حوالينا، احنا وهم عيد واحده. واللي بتعمله السلطه ده بشاير، والمحصول التقيل جاي وهيقطن ظهرنا، والعمده لازم يبقى عمده، فهمت؟ العمده يعني عمود، والعمود بيشيل السقف ويحمي الدار. ما ينفعش يكون طرطور ولا خيال مقاطع. العفو والسماح يا سيدي العمر، العفو والسماح يا سيدي العمر. حرما يا عمده. جمعني ان شاء الله. مين؟ الحاجة شفيقة. ايه اللي موقفك كده؟ استنياك يا فطالبة، استنياك تحميني واقع في عرضك. ومورينا يا حجة. احميني ابن ابني صابر يا عمدة. أني نادرت خبراء البلد يا حجة وجمعتهم عشان يسمعوا منك. أنا جيت واقع في عرض العمدة علشان يحميني أنا وولاد ابني. يحميكم من ايه يا حجة مصابر؟ وايه اللي يخليك تيجي وسط رجالة البلد؟ جيتي دي ما فيهاش حاجة تعبني يا أبو الشحات. هروح لمين؟ لو ما جيتش لعمدة البلد وكبيرها. كنت تروحي لحريمنا وتبلغيهم باللي انت عاوزاه. وانت مهما كان جماعة عمدتنا المرحوم. وما جيتيش ليه لبيت مرات أبويا عبد الخالق؟ ولا دور أم الحاجة؟ قدام بيوت السوالم كلهم. أنا عمدتكم كلكم، عرفانية وسوالم. وما قصدتش اجيب الحجة علشان كل واحد فيكم يزعها بكلمة. املع اي كلام على لسانك يا جولي، وسيبك من نعر الكدابة دي. ده عرفاني وده سوالمي، احنا جايين عشان نسمع ست الحجة حرم المرحوم صادق الحسين. فضل يا حجة كملي كلامك. الحجة عبد الخالق سألك السؤال المهم وما سابلكيش فرصة عشان تجاوبي، وخرم بينا في سكة تانية ملهاش لزوم. أنا برجع وأسألك نفس السؤال، ومش هخلي حد يفتح حنكه إلا لما تجاوب. ها؟ طالبة إن العمدة يحميك من مين يا حجة؟ من صابر ابنك. إيه؟ صابر ابنك؟ كلمه يا حجة. إيه؟ سكوت عشان الحجة تتكلم. اعمل إيه صابر عشان تخافي منه؟ بعد عركة الطاحونة القديمة اللي انت غلبته فيها يا عمدة، صابر ما عادش صابر. رماني في دار في المنصورة قديمة أنا وولاده، وساب لي قرشين وهز، ما كنتش عارفة حيروح فين ولا هيغيب قد ايه. استنظرته ما جاش، وسمعت طرطيش كلام انه طاح ورا عزيزة بنت هلال السخاوي اللي كان عاشقها زمان، وانه بيلف وراها في الموالد والافراح عشان بتشتغل غزي. الكلام ده افترى، واللي قالهولك ابن حرام. صابر مش الشخص الهايف اللي يجري ورا الغوازي. مش هيبقى قلبكم على ابن اكتر مني، واني لولا اتاكدت ما كنتش عمري حاجه في الوقفه دي ولا اشتكي لكم فعله. صابر بيبيع عقله يا حسينه. بيبيع عرضه ازاي؟ وايه السبب اللي خلاه يعمل كده؟ العشق يا فتح الله، البركه بنت السخاوي اللي منفضاها اول باول. ولو مش مصدقيني روحوا المجلس اليهودي في المنصوره، خلوه يوريكم حجه العشر فدادين اللي باعهم له اخر حاجه، وجاب ليهم عشره في عشره ورث جده وابوه وحج ولاده. بقيه حجج الارض شايلها معايا الحج صادق، ووصاني عليهم وصيه، وصابر عارف ومش هيسيبني الا لما ياخدهم مني. انا في حماك يا فتح الله، احميني يا عمدة. ولد انخرع واتنخل وولد انخدع، ولد انجضع وتقول دي اخر الفصول، يوزنها بميزان الذهب يا جدع، ورزان كده ورسى ورس ارزان كده ورسى ورسي الاصول.
ازاي واحنا الصوارم موجودين؟ ايه الغاغه اللي انت عاملها دي يا جولي؟ ما تلم نفرك يا حاج عبد الخالق. انا مش نفر يا جناب العمدي، انا حسيني من بيت سالم الحسيني، ومش بس كده. وبعد هالك يا علا، يمين بالله ان ما وقفت ساكت لكون جرت من جفاك وملجحك بره. خلاص هسكت. تفضل تحت امرك يا جناب العمدي. نادي شيخ الغفر. شبابك عاوزني يا سيدنا؟ تسمع الكلام اللي هقوله لك وتنفذه بالحرف. أمر يا سيدنا. بيت الحج سالك اتفتح ويتنظف ويتنور بساعة ولا ساعتين، والحجة هتروح تقعد فيه وتاخد اتنين من الخدم هنا يخدموا عليها هناك، وياخدوا صنية عشا معهم من هنا. أوامرك تتنفذ بالحرف الواحد يا سيدنا. والأهم من ده، تاخد اتنين غفر من هنا يحرسوا الدار هناك ويتنوه مع اتنين غيرهم، عايز حراس 24 ساعة، ومحدش يقرب من هناك إلا لما الحجة تقول. مفهوم جنابك. وصابر لو ظهر، أعرف الخبر في الحال. في ثانية هيكون الخبر عند جنابك. اتكل على الله، ده اللي مش فيه. ولما أنت عارف إن إحنا ما عملناش حاجة وما نستاهلش الرمية دي، ما تسيبنا نروح لبيوتنا وعيالنا يا أخي. مانيش مأذون يا سعدان، الخبر وصل جناب العمدة ومحدش يقدر يتصرف من غير إذن. وهو جنابك كان أمر شيخ الغفر يمسكنا ويحبسنا؟ لا طبعا يا عباد، ده متسلط بالحج عبد الخالق. بعد الظن اسم يا شميس. ما هو الظن يا وكيل المشايخ؟ اشمعنى يعني ما جاش الا لما جه الجولي وجرى شكلني؟ ايه؟ 100% متفقين. كلها الليله. وبكره سيدنا ان شاء الله هيؤمر وهنسيب. يسيب مين يا غفير؟ ومن امتى عمدتنا بيمشي مجرمين ومشغبين من الصنفده؟ وايه ده بقى ان شاء الله؟ ما شاء الله ما شاء الله، عامل لي قعده وقعر مجلس وبتاكل برتقال معاهم كمان؟ كلام ايه ده يا شيخ الغفر؟ انت مالك ومال؟ جاي وراه ليه؟ اني اجي وراك انت؟ ليه؟ عاشق جمالك اياك. استغفر الله العظيم، خلقته شريفه. طب يلا يا بدر البدور اجري على الدوار وشوف سيدنا العمدة عاوزك في ايه. حاضر، بس ثاني ليا حساب معاك بعدين. وانت يا غفير؟ نعم. دول قاعدين ليه برا الحبس؟ شريك هو اللي قال افتح لهم يا سيدنا. طب يلا يا بغل منك ليه؟ بيتك بيتك انت وهو. احنا مش كتاكيت يا علوان. ايوه، وما احناش داخلين الا ما نخلص البرتقال ده كله. تاخد لك فصل يا شيخ الغفر؟ يمين بالله، كلمة تانية وشغل الكرباج. قلت جوا يعني جوا. يلا. عايز ابعتك مأمورية كنت هبعت فيها علام الهلواني، لكن راح مأمورية بعيد. هتعرف تسد ولا لا؟ بعون الله هسد يا سيد. يعني أنا كده من غير ما تعرف المأمورية دي؟ اللي تؤمر به جنابك حتى لو كان لبن العصفور. لا مش للدرجة دي، هو مشوار صد رد للمنصورة. عارف الخواجة ماكس اللي هناك؟ أنا أسمع الاسم ده لكن معرفوش. لكن أسأل واللي يسأل ما يتوب. أنا مش عايز المنصورة تعرف إنني باعت مرسال للفيصدي ده. أنا عارف وعارف مكانه في حسنية المنصورة. أروح أنا. تعرفه منين يا عبد الله؟ وأنا رحت له مع الحاج عبد الخالق. أصلاني أخدته معايا ونس يا عمدة لما نزلت المنصورة لماكس، عشان افك رهنية الواد عويس الخياط ابن اخت الحجة جمعتني. الواد بايظ وبيلعب كوتشينة واستلف فلوس برهن الارض. هتعرف تتفاوض معاه وتجيبه لحد بشنين؟ اعرف قوي يابا. اخوك لساه اخضر يا عمدة، وماكس دي داهية من دوال الزمن. هو مش هيتفاوض معاه على شيء، هو بس هيغريه ويجيبه على هنا. بس خلي بالك، ماكس دي عنده ناس مشغلهم بالأجرة عشان يحموه وقت اللزوم. أمرك عجيب يا الحاج. هو أنا رايح أتخانق معاه عشان أخاف منه ولا من رجالته؟ أنا رايح أقنعه زي ما عمدتنا أنا جاي. تحب أروح وأنت عمدة؟ بكرة وهبعت مشرقي معاك احتياطي برضه. على فين العزم النهاردة؟ زي كل يوم. يعني الدايرة ولا الحقانية ولا المشوار الغامض؟ مشوار غامض ايه اللي بتكلم عنه يا صبيه؟ يعني ما تستهونش بذكائي يا لطيف بيه،
انا عارفه ان في ايام بتنزل من هنا على انك رايح الدايره او الحقانيه، لكن لا بتروح هنا ولا هنا. حضرتك ماشيه ورايا جواسيس ولا استجوبت السواق؟ انا لو كنت عملت كده كان زماني عرفت بتروح فين بالتحديد. يعني مجرد رميت الصناره كده عشوائي، يا خابت يا صابت. ها لا يا لطيف بيه، ده احساس وملاحظه. عموما دي غلطتي يا ست هانم ان جبت لك روايات بوليسيه عشان تقريها. ارجوك طمني، ايه اللي شغلك؟ انا كنت فاكره ان بعد سفر البرنس انك هتفضلي. الحقيقه صفيه هانم انا ما كنتش ناوي اكلمك في الموضوع ده، لان الحاجات دي بصراحه ما تتقالش الجنس الحريم، لكن لما انت فتحت الموضوع ده النهارده خفت ان الظنون تاخدك بعيد عن الحقيقه، قررت ان اصارحك. مش مجرد لان انا خايف عليك من الشك والقلق بس، لا، انما الاهم من كده لان انا واثق في رجاحه تفكيرك وقدرتك على حفظ الاسرار. ميرسي على ثقتك دي، قول لي بقى. بصراحه يا صفيه هانم انا بشتغل بالسياسه. ايه؟ بشتغل في السياسه؟ انا مش فاهم. يعني هانم بزاول نشاط سياسي، طبعا نشاط مش علني، لان شغلي في الحكومه وجودي في دايره البرنس يالمز تحتم عليا ان اخلي نشاطي السياسي كله بعيد عن الانظار، خصوصا عن انظار وزاره الداخليه، وبالذات عن حكمدار مصر الانجليزي راس الباشا. انت فاكره طبعا يا صفيه هانم اول ما اتجوزنا مصطفى باشا كامل كان لممنا حواليه، وبعديه محمد بيه فريد لحد ما اتنافى وراح المانيا وتجمد نشاط الحزب الوطني. اضطريت ان اجمد نشاطي وابتعد عن الانظار، واستمرت كده فتره لحد من حوالي سنتين بس حصل اتصال بيني وبين مجموعه من الوطنيين المهمومين بقضايا مصر وضروره تخلصها من الاحتلال البريطاني. الغريبه ان لقيت الناس دي شبهي، واهدافهم واهدافي هي اهداف كل المصريين. هم دول من انصار الخديوي عباس اللي عاوزين يرجع للعرش؟ المساله اكبر من خديوي وسلطان، المساله قضيه مصر واستقلالها. والحمد لله الحرب خلصت، وان الاوان ان مستر ويلسون رئيس امريكا ينفذ وحده. هو رئيس امريكا كان وعدنا بحاجه؟ مش احنا بس، مستر ويلسون وعد انه هيساعد كل الدول والشعوب اللي بتنادي بالاستقلال اذا امريكا والدول المتحالفه معاها كسبوا الحرب. اللي فهمته ان الدول دي هزمت المانيا وتركيا كانت معاها، طب ايه وضع الاتراك دلوقت؟ انا هقول لك يا ستي. ادخل. مرضونا ساعة ابني. نعم، في ايه؟ في واحد قال لي ادي جرنادة لطيف بيه. وريني يا ستي. روح انت. هي يا ترى؟ ده الاهرام. خير، في ايه؟ غريبة. في ايه يا ترى الجرنادة؟ ده خبر عليه دايرة بالاحمر. اسمعي يا ستي، جاء في انباء وكالة هفاس ان القلاقل تسود الامبراطورية العثمانية نتيجة هزيمتها في الحرب. ومن ابلغ الدلائل على هذه القلاقل انتحار البرنس يالمز بيار بان القى نفسه في البسفور وغرق. وهناك اقاويل تقول ان سبب هذا الانتحار اشتراكه في مؤامرة ضد الصدر الاعظم الذي يسيطر على الامبراطورية العثمانية بيد من حديد، نتيجة لضعف الخليفة محمد وحيد الدين. البرنس بتاعنا؟ هو برنس يالمز بيار. معقول؟ راح لقضاء برجليه، فاكرة لهفته على السفر؟ ايوه، بس انت كنت دايما بتقول لي انه دلدول وعديم الشخصية. هو الدلدول عديم الشخصية ما بيموتش يا هانم؟ لا بيموتوا، بس يعني دول بيقولوا انه مات في مؤامرة. تلاقيه انبط على بوزه واتورط فيها، ضحكوا عليه ولا كلهم انضحك عليه؟ الله يرحمه. يا ترى برنسيس كزمات عامله ايه دلوقت؟ ويا ترى نوراي هتعمل ايه؟ طب ما اتكلم العمده فتح الله اللطيف بيه. مين اللي عايزنا غفير؟ واحد بيت سال على جنابه، بس نسيت اسمه. العفو والسماح يا سيدنا. طب روح ابعد بعيد. الو؟ ايوه، مين؟ لطيف بيه؟ عاش من سمع صوتك يا لطيف بيه. انا كنت هتصل بيك النهارده بس انت سبقتني. انا بخير، كلنا بخير والحمد لله. لا، انا كنت عايز منك طلب صغير.
ايوه سرايا البرنس عايزينها تتفتح وتتوضا، وكل الخدامين اللي كانوا فيها بيشتغلوا ويرجعوا تاني. لا لا، اصل جماعتنا نوراي هانم حامل والحمد لله، وهتقضي شهور الحمل كلها هناك في مصر. ايه؟ في ايه؟ عايز تقول لي حاجة يا لطيف بيه؟ هو خبر مش حلو يا عمدة بخصوص البرنس حماك. يا سيدي اللي في مقام حماك، صبرك عليا، بس صبرك عليا. البرنس تعيش انت للأسف انتحر، والخبر اتنشر في الجورنال. يا سيدي مات كافر ولا مش كافر، مش احنا اللي هنحاسبه يا عمدة. المهم دلوقتي انت اللي هتبلغ نوراي هانم، ولا نستنى لما تيجي بالسلامة ونبلغها احنا؟ وهو كذلك طبعا. انت هتيجي معاها بكرة؟ بعد بكرة ان شاء الله. طيب من فضلك تبلغ الجازية هانم ان صفية هانم مراتي بتهديها كتير السلام. العفو، مع السلامة يا عمدة. عملت ايه يا فانوس افندي؟ ملف الحصر اللي سعادتك طلبته فيه كل البيانات، مساحات الاراضي الزراعية، الجناين، العزب بما فيها من مباني، لا مؤاخذة الزرايب بما فيها من مواشي، شونة الحمول، شونة بالقاس، مخازن التقاوي، المكن، العربيات، كل دول اللي ببحري، وأنا بوضب لسعادتك بيانات الصعيد. البرنس بقى الله يرحمه كان سايب تركة كبيرة قوي. الله يرحمه يا فانوس أفندي. المفروض علينا دلوقتي نتصل بالورثة ونشوف المحامي إذا كان مرحوم ساب وصية ولا لا. افتكر تتصل بيه ضروري يا فانوس أفندي. يا مرحب يا مرحب، ألف حمد لله على السلامة. أهلا يا بكري، ألف حمد لله على السلامة. الله يسلمك يا جناب العمدة. الله يسلمك. ازيك يا حسن؟ اقعد اقعد يا حسن، اقعد يا بكري. ها؟ على الله المشوار ما يكونش تعبكم. أنا عن نفسي قضيت المشوار كله فرجة وانبسطت على الآخر، بس تلاقي حسن هو اللي تعب، لأن هو اللي تولى مأمورية الوصف والشرح طول الطريق. لا 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 لا، لا تعب ولا حاجة، ده اسمه كلام برضه يا أستاذ بكري. تدعى يا حسن، أقول لك إيه؟ كمل جميلك، وقول لحريم الدار يودبوا لنا الغداء. الوقت بقى العصر وزمنكم وعوعتوا. حاضر يا جناب العمدة. خير يا عمدة، وغشتني بالاستدعاء العاجل ده، في إيه؟ طب نتكلم بعد الغداء. لا، أنا كيف عيالك، يعني هتغدى من هنا وراسي هتتقل من هنا، وهعوز اقيل ان شاء الله يا رب نص ساعه، فنتكلم دلوقتي احسن. يبقى نتكلم بعد ما الجايه لوت فوق. يا فتح الله يا ابن اسف يا حضره العمده. ايه يا بكري كلمني رسمي ليه؟ احنا لوحدينا. لما نبقى في مصر ساعتها بس بقول لك يا فتح الله يا ابن خالتي والكلام ده، لكن احنا هنا فاشنين وانت العمده. خلاص قول ما بدالك واتكلم. انا كنت عايز اقول لك ان انا الليله دي ان شاء الله لازم ارجع مصر على طول. والله لولا ان انا فهمت من حسن ان انت عايزني في شيء ضروري كنت اجيت الزياره دي الوقت تاني. ترجع مصر الليله ازاي؟ شوف خدت لك قد ايه علشان تيجي، وبعدين احنا لسه هنقعد ونتكلم. يا سيدي مش همشي لغايه لما نخلص كلامنا في الموضوع اللي انت بعتني علشان، وان كان على التاخير بالليل ما تشيلش هم. طب ده احنا الاسبوع اللي فات كان عندنا ماموريه في ابو كبير شرقيه ورجعنا منها يجي وش الفجر. ماموريه مع مين؟ انا وزملاء من جماعه الاستاذ عبد الرحمن فهمي. يعني سياسي انت بقى تتكلم وانا اسمع؟ لا، ده انا جاي هنا مخصوص عشان الموضوع اللي انت بعتني علشان. انه نفس الموضوع يا بكري. سياسه برضو؟ طول ما في انجليز واحتلال وظلم، وطول ما في اهالي بيتخطفوا من بيوتهم ويروحوا ورا الشمس، وطول ما في حمده زي الناس مش شايلينه همومهم وشكلهم، طول ما في سلطه دايسه على رقاب الكل، يبقى حيكون ايه غير السياسي؟ انا مش جايبك هنا علشان تحل لي مشكلتي بشنين، لانك لا من السلطه ولا من الحكم. انا جايبك علشان تنورني وتشور علي اعمل ايه. انا هقول لك بالظبط نفس الكلام اللي قاله لك علوه فندي وزمايله في الجمعيه بتاعتهم. ارمي بذره هنا في بشنين ورعاها، وثبت على اللي تطرحه وكبره، زي ما بيحصل بالظبط النهارده في طول مصر وعرضها. بعد اذنك يا جناب العمده، الاستاذ بشير يونس وصل. خليها هي، اتفضل. عايزك تعرف الراجل ده تشركه معاك في الموضوع اللي بتتكلم فيه. الحمد لله على السلامة يا شيخ حسن.
انا اول ما عرفت انك رجعت من مصر بالسلامه جت لك جري. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ الله يسلمك. خير؟ في حاجه يا سي جعفر؟ اسلم عليك يا اخي ولا هو مفيش معرفه؟ لا في معرفه بس عمرنا ما كنا اصحاب. ده انت حتى لغايه الصيف اللي فات ده كنت بتستصغرني مش كده؟ انت لسه فاكر يا قلبك اسود يا حسن؟ ايه ماني شايلها لك، اني بس بفكرك يا سيدي. حقك عليا وادي راسك اهي. خلاص خلاص التربوش رجع مش كده امال؟ انت هتشيلنا ذنوب على الفاضي يا سيدي. ولا ذنوب ولا حاجه. قول لي بقى عنوان الخلبهيه في مصر، علشان انا مسافر يوم الجمعه وعمتك الحاجه روضه محمله لي رساله بلغها لها. وهالبت ما العمه ست اخواتها قالت ان امي وخالتك كانوا اصحاب قوي قوي من زمان. بقول لك ايه، على فكره الاستاذ بشير جوه حدا العمد يدخل يا سيدي. ما انا عارف. خلينا بقى في عنوان الخلبهيه. انت على كده مصمم بقى؟ الغليان ابتدى بعد المندوب السامي البريطاني ما رفض طلب سعد زغلول وعلي شعراوي وعبد العزيز فهمي بسفر الوفد المصري لفرنسا عشان يعرضوا قضيه مصر واستقلالها على مؤتمر الصلح في برساي حسب وعد الرئيس ويلسون. والنهارده ان شاء الله في اجتماع مهم جدا لازم احضره، لاننا هنعرف من الاستاذ عبد الرحمن فهمي ايه بالظبط اللي نقدر نعمله في الحركه اللي عماله تشغل يومين دول في شوارع مصر واسكندريه، وبتقول ان في توتر كبير ممكن جدا يتقلب لاوضاع خطيره. فعلا يا استاذ بكر، اللي حصل ده مسمح في المنصورة. أنا لمسته بنفسي وأنا كنت هناك من يومين، وبيقولوا فيه زي كده برضه في طنطا. يبقى اللي بفكر فيه صح. المشكلة اللي عندي في بشنان مش هتتحل إلا في مصر، في نفس الوقت اللي هتتحل فيه مشاكل البر كله. هو ده الوعي السياسي اللي ابتديت تتنبه له يا جلاب العود. بركة فيكم أنتوا الاتنين. اتفضلوا يا جناب العمدة، الغدا جاهز. عالي مين قلبه تجهلك وسمي والله المعين. اسعالي مين قلبه تجهلك وسمي والله المعين. خد من على إن شاء الله عالخير ما تبعين. وأهين يا ليل. والأفندي اللي جه من مصر يا جعفر بتقول إنه يقرب للعمدة؟ ابن خالته لزم. وحسن هو اللي راح جابه؟ أيوه ده اللي فهمته من كلامه. غريبة يا غنيمة. نعم نعمين، تلات نعمات. تؤمر يا سي الجولي. الجوزة دي مكتومة. مكتومة؟ معقولة؟ بقى دي مكتومة دي؟ ما هي زي الفل اهي. دي النار موجوجة، انت الظاهر اللي نفسك انقطع. طب ها خد. واخوك يقعد معاهم ليه يا جعفر؟ العمدة هو اللي بعته ندهله. ترى ايه لم الشمع المغربي؟ اقول لك انا بقى يا سي الجولي، سي الأستاذ بشير ابن أبوك الشيخ يونس هيشارك جناب العمدة فتح الله ويفتحوا مطبعة في كفر الشيخ، مش كده ولا إيه يا سي جعفر؟ يخرب عقلك يا غنيم، عرفت إزاي؟ وده سؤال تسألهولي برضو يا ابن شيخ بلدني. القهوة اللي أنت شايفها دي هي مستودع أسرار الدنيا كلها، والرغي فيها ياما، وأنا وداني مطرطقة لدبة النملة. انت يا راجل كفاية رغي بقى، تاخد فنطاس المية الفاضي وملاه من التيرة. ايه ما تروحي بليه انت؟ يعني انت خلاص على رجلك نكش الحنة؟ لكن انا برضو ما فهمتش، اخوك والعمدة متشاركين، الا فند دي ابن خالة العمدة بيعمل معاهم ايه؟ ابقى اسأل اخويا بشير، ولا اصلح لك اسأل العمدة بذات نفسه. انت بتتنجس عليا يا جعفر؟ ما انت اللي نازل فيا سؤالات زي ما اكون ابو العريف. يعني اما اسالك عن ابن عمك اللي في الهند برضه تتنجس علي؟ حماد الحمد لله كويس وبعت لي جوابات، عايز منه حاجه؟ لو لازمك تمر هندي ولا هديك هندي ولا اي حاجه هندي قول. ده انت الكلام النهارده معاك ملوش عازه.
الله الله، يعني جوزة وجولي سوا يا جحفر؟ ما تروح خمرة بورتوس بالمرة يا سنة سوخة؟ أنا بحسب قعدتك عند العمدة لسه هتطول. طب يلا يلا قدامنا على الدار وبعدين نبقى نكمل كلامنا. يلا طب صبرك حبة يا سبشير. ايه معناته الجوزة والجولي مع بعض؟ ماله الجولي يا ابن شيخ البلد؟ ما مالوش يا جولي، بس يا ريتك تنسى جعفر ده خالص. جعفر لا من سنك ولا ينفع يبقى صاحبك. وعلى فكرة أبوك الحاج عبد الخالق كان بعت الغفير شباس يدور عليه، ابقى روح له لأحسن يقدرك. ويقدرني ليه يا ابن شيخ البلد؟ كنت من بقية غفره، أنا حسيني زي زيه. أطفي أطفي. الحمد لله أن أبوك مجيل، ولا أحب نستنى لما يصحى ويحضرني؟ أنا عملت إيه بس؟ جوزي وكده هو عيني عينك قدام الناس. نقص ايه تاني؟ تحطلي فيها حشيش ولا تطورة ولا بلا ازرق؟ ابدا والله يا اخوي، ده معسل بس. وافر، انت عارف ان ابوك بيكره اللي بيدخلوا للدخان دول، ان كانوا اللي بيعملوه بافرة ولا بيشربوه معسل، اكتر ما بيكره العمل. ولو عرف انك بتدخن يا ده يا دجي احب على راسك. ما تجيب له السير. مش كده وبس، في ايه تاني؟ ريدلك اللي خدت على خمارة بورتوس انت وعبد الله اخو العمد، والنور اللي راجع الخيام وتاني شرق البلد، البيت اللي اسمها سليمة. تبت على ايديك، مش اخدتني وحيهم تاني. لا هو كلام، لكن لا، انت لازم تتلاحق. اديني مسافر مصر يوم الجمعة، ويمكن اقعد هناك شوي. ما هو داي واخوش اكتر، ورايح مصر ان شاء الله تعمليها مع دول. ليه مصلحة اقضيها، وبالمرة اتفسح لي يومين، وهوصل رسالة من الحجة رودة للحجة بهية خالة العمدة. طب ومال؟ واو، على ما ترجع اكون شفت لك حل. انا مش جايلك يا سخام البرك، ما تتوهش هنا ولا هنا وتفضل جاري عشان يمكن اعوزك في اي لحظه. ايه سخام البرك دي يا بلحاج؟ ده انا لو عبد مملوك عندك ما تعملنيش المعامله دي. تقدر تقول لي كنت فين؟ كنت مطرح ما كنت، عاوز منه دلوقتي. والله عال يا جولي. معلش يا بلحاج، انا مقصودش، بس انا من ساعه ما جيت وانت نازل فيا تسبيخ من غير مناسبه. طب اتلاهي على عينك واسمعني. عبد الله جوز بنتي غايب من امبارح. ما هو نزل المنصورة مع مشرقي وكل شيخ الغافر بيجدوا مصلحة للعمدة. عوجوا، والبنت ام الخير خبلاني من الصبح ورصها ألف سيف، ابعت حد وراي يشوفه اتأخر ليه. مش قادر على بعده، الشوق مقطع بعضه، ربنا يصبرها. هو ده اللي قدرت عليه؟ ما انا مش هنهض واسافر المنصورة عشان ادور على واحد زي ده، ما كنتش الغفير بتاعه ولا التملي اللي في داره. طب اتسد واقفل الخرارة اللي في حنكك دي. هبعت حد غيرك. وليه حد غيري؟ اروح اي بقى وامري الى الله. لا ما تروحش يا خفيف، لان عايزك في مأمورية تانية خالص. مأمورية ايه؟ كف الله الشر. اللي حصل في البلد هنا لما جات الحجة شفيقة مصابر واللي قاله فتح الله. مال لازم يوصل لصابر. هالبت ما تعرف مكانه مش شتاوي. ما قاليش، بس فهمت منه انه قاعد مع صابر في حتة اسمها رود الفرج. بس تاخد بعضك وتسافر على هناك وتبلغه. الله أكبر الله. اتأذن ايدك. الله اكبر الله. العصر الحمد لله، كنت فاكر المغرب. صح النوم. انا قلت برضو ان الاذان هيصحيك. تخيل هو فعلا اللي صحاني، بس انا مش مصدق انا ازاي انام النوم ده كله. دايما تعسيت الايالة بتكون دقيقتين ثلاثة وبغفلهم وانا في مكان. نوم العواف يا سيدي. انت اللي غلطتني. امال اسيبك كده في البرد ده؟ ده ايه الرضا اللي انا فيه ده كله؟ جناب العمده بذات نفسه هو اللي بيغطيني. بلاش مقلسه، وقول لي اطلب لك ايه؟ شاي ولا قهوه؟ لا والنبي انا يا دوب الحق، لو الكاريته جاهزه توصلني على كفر الشيخ واركب من هناك على طنطا، واركب من طنطا قطر ارجع بيه على مصر. ازاي بس الكلام ده؟ تاني لازم اخدك على دار البرنسيسه نوراي وتسلم عليها. انت زي اخويا ومش هحجبك عنها. لا عشان خاطري عارفين انا،
انت كنت لسه بتقول لي واحده بنتغدى ان انت جايب لها معاك خبر مش ولا بد ويمكن يزعلها بخصوص البرنس وجوز خالتها، لحسن تقول عليا ان انا وشي وحش ولا ان انا اللي جايب لها خبر الراجل. يا سيدي ولا هتضرب حاجه، بعدين انا مش هجيب لها سيره الا لما انت تسافر. لو بتحبني صحيح سيبني انا الحق وقتي، وليك عليا يا سيدي لما نوراي هانم تشرفنا في مصر هخلي خالتك وبنت خالتك يعملوا لها زياره بخصوص. خلاص خليك على راحتك. نرجع بقى لموضوعنا. وانت مش جاي ان شاء الله مصر مع جماعه؟ بمشيئة الله. واحنا ان شاء الله هنعمل كل الترتيبات اللازمه مع جماعتنا هناك عشان انت تيجي تقعد معاهم ويشوروا عليك، ويمكن كمان يبعتوا معاك حد على هنا في بشنين عشان يساعدك انت وبشير السخاوي، وعشان برضه يكون همزه الوصل ما بينك وما بينهم. بعد اذنك يا جناب العمده، شهاب بيسال حضرتك ممكن يروح عزبه الصيادين ولا جنابك عايزه؟ لا ده انا اللي عايزه بعد اذنك يا جناب العمده، لو يجهز الكاريت عشان يلحق يوصلني بيه على كفر الشيخ، وبالمره اقول برضه لسيدك حسن لو يحب ينزل معايا على كفر الشيخ بالمره. مع السلامة بكري، وسلم لي على خالتي الحجة، ونشوفك بخير إن شاء الله. إن شاء الله على خير يا جناب العمدة. وأنت يا حسن، سلم على كل جيرانك في عطفة المكاوي، وخد بالك من شاهر. حاضر يا جناب العمدة. أنا بس كنت عاوز يعني. إيه؟ من أجل ليه؟ عايز تقول حاجة؟ أنا كنت عايز أستأذنك أعدي على خضرة بنت خالي، عاوز أشوف نعمة. كتر خيرك، واجب برضو انك تشوف بنت اخوك وست والدتها، لكن هتشوفهم فين؟ في عزبة السخاوي؟ لا، ما هم قاعدين بقالهم ياما في كفر الشيخ عند الحجة فرحة خلت الست خضرة. على العموم عايزك بزكاوتك ونباهتك تشوف احوال خضرة ايه، ولو محتاجة حاجة لازم تقول لي. حاضر يا جناب العمدة. استنى وبوس لي نعمة وقول لامها انها هفوت قريب اشوف البت. حاضر يا جناب العمدة. اديني فضت لك يا شيخ الغفر. ايه بقى يا علوان اللي يخليك تلم الناس وترموهم في الحبس من غير اذنك؟ حاشا لله يا سيدني، عمري ما اعملها الا اذا كانت في الهيافات اللي ما تستاهلش اشغل جنابك بيها. ايه هي الهيافات اللي تخليك تلم الواد السعداني على عباده على شميس وتاخدهم بربطه المعلم وترميهم في بيت العده؟ الثلاثه دول ومعاهم مجاور اللي خدوه عساكر السلطه شلة مشاغبين يا سيدني، وكل يوم سايبين الأرض اللي بيشتغلوا عليها ومتلطعين على السكر، يا إما في تعريش الغنيمة يا إما في الجورن القديم يا إما على الزراعية، وقاعدين يلسنوا على سيادهم ومش عاجبهم العجب ولا الصيام في رجب. خفت لا يسوقوا فيها ويفتكروا اللين اللي بنعملهم بيه ضعف وقلة حيلة. قلت يعني نجرس ودانهم ونوريهم العين الحمراء يومين في الحبس وبعدين نطلعهم. لكن اللي حصل بقى واللي ما كانش لازم يحصل ابدا، اني اروح اطل عليهم الاقي بسلامته ومشرقي مطلعهم بره الحبس وقاعد يتسامر معاهم. شوف يا ابن ابو حجر، الناس مش ناقصين، ونص الفلاحين والتمليه بيتها في بيوتها على حسرة علشان رجالتهم اللي السلطة واخداهم ثم العافية، واحنا مش لازم نزود على الظلم ظلم، وبدل ما نحاول نحل مشكلتهم ونساعدهم فيها نزود الطينة بلة ونحط لهم شطة على الجرح تولعوا. واخر حاجة اتمناها كره الناس، الناس بتكره يا علوان لحاجتين، الظلم والجوع، فهمتني؟ فاهم جنابك. مدام فاهم يبقى عارف تعمل ايه. حاضر يا سيدنا، هروح حالا دلوقت اطلعهم من الحبس. وتفوت على دار مجاور تطمن على اهله وتشوف طلباتهم ايه، وتبعت واحد من التمليه بتوعك اللي انت مشغلهم صخره في الارض اللي وضع يدك عليها قبل مصرف طراف يشتغل في الجراطين اللي كان مجاور شغال فيهم. حاضر يا سيدنا، بس يعني عدم المؤاخذة ولو فيها إساءة أدب، يعني مين اللي قال لجنابك على الأرض اللي جبلي المصرف؟ اللي بيقوله كتير واللي بيخبى أكتر يا شيخ الغفر، واني بسد وداني وغمض عيني على الهيافات على حد قولك، لكن حاجتين لازما عيني تبحلك فيهم وداني الطرطر، الأرض وحركة البيع والشراء، وتاني حاجة أمن البلد وسلامة أهلها. اتكل على الله. وخرجتهم من الحبس يا علوان؟
وانا كنت اقدر ما نفذش كلامه يا حج. وخرجوا طبعا هما بيهللوا ويدعوا له، ولا ما قلت لهمش ان هو اللي امر بخروجهم؟ كان لازم اقول لهم طبعا. غلطان يا شيخ الغافر، فاتتك نيه ابو عبد خالق من الشغلانه دي. انت بتخطرف يا جولي. الجولي بيتكلم صح يا علوان. صح ازاي يعني؟ فهموا يا جولي. كان لازم تقول لهم ان ابو عبد خالق هو اللي توسط لهم عند العمده وتعارك معاه كمان، لانهم تابعوا وشغالين عنده وصمم انهم يخرجوا في التو واللحظه. ومين ده اللي يتعارك مع العمده ويمشي كلامه عليه؟ احسن لك تتليه في الشاي اللي عمال تلهط فيه ده، ولا قوم سافر. انت مش رايح تقدم مصلحه في مصر؟ بوك ثم انك بتسال ليه يا علوان؟ عاوز تمشيني من هنا ليه؟ بينك وبين الحاج عبد خالق اسرار اياه. قوم يا جولي وسيبنا دلوقتي. الامر لله، خدوا راحتكم. الا صحيح فتح الله مسافر المحروسه بكره؟ صحيح يا حاج. الا هو انت بعت الجولي وراه ولا ايه الحكايه؟ لا لا لا، مشوار الجولي ملوش دعوه بالعمده خالص، ده في الناحيه التانيه. اني ناحيه يا ابو الحاج؟ بكره تعرف. الا قول لي الاول، هو مش راجي وعبد الله اتاخروا في المنصوره ليه؟ مش عارف، يمكن راحوا يسهروا في الخبيزه ولا حاجه. خبيزه؟ ما تنساش ان عبد الله ده يبقى جوز بنتي. خبيزه ايه اللي هيسهر فيها؟ ما تحاسب على ملفظك يا شيخ الغفر. ما غلطناش في البخاري يا حاج. عموما حقك علي يلزم اي خدمه. شرفت. قول كلام غير ده، البرنس يلمز انتحر يعني مات كافر؟ يعني ما كنتش عايز ازعلك، وطول النهار بفكر اقول لك دلوقتي ولا استنى لما ننزل مصر وتبقى مفاجاه. لقيت الاثنين زي بعض، بقيت في حياتك. حياتك ايه الباقي؟ زعلان عليه جوان وراي. زعلانه اكتر على كزمات، يا ترى عامله ايه دلوقتي واستحملت صدمه زي دي ازاي؟ كزمات ست قويه، ما تخافيش عليها من اي صدمه. انت ما تعرفهاش، يا دوبك قابلتها مره ولا مرتين، وكانت مقابله رسمي حاولت انها تبان صاحبه اماره ومسيطره، انما هي في الحقيقه رقيقه وقليله الحيله وتغرق في شبر ميه. عشان كده ما ينفعش نسيبها لوحدها في ظروف زي دي. خالتك كزمات هانم مش هتكون لوحدها، اكيد اهلها ومعارفها وحبايبها ملمومين حواليها. بس هي ما تعرفهمش الا من بعيد. كزمات عاشت طول حياتها في مصر، ما تعرفش غير القصر بتاعها وفيلتها اللي في اسكندريه، ويدوبك الطريق اللي بيوصل بينهم. في الظروف اللي زي دي مش هيسيبوها لوحدها وهيتلموا حواليها؟ بس هي محتاجه حد يكون قريب منها واخد عليه وبتحبه. اخد عليها وبتحبه، اسمها نورا مش كده؟ صحيح يا توح، يعني ممكن تخليني اسافر لها اسطنبول؟ هي اسطنبول دي طنطا ولا المنصوره؟ انا وافقت على سفرك لمصر وانك تقعدي هناك لحد ما تتمي شهور حملك، ومسافر معاك بكره علشان اطمن على امورك. انما تسوقي هبل التركوه اللي مخلط على عرق المصري وتقولي لي اسطنبول، انا هقول لك في المشمش. لا تقول لي ده المكتوب وحكم القضاء، ولا حال على الاشياء ماشيه ورضا. هو ابن ادم ريشه طايشه في قضاء، ده الصبر طيب والسؤال له جواب. نعمل صواب تاخد نصيبك ثواب، واحسبنا عند الله في يوم الحساب. واحسبنا عند الله في يوم الحساب. والصبر طيب الصبر طيب، بحر الحياة متاهات وبر النجاة. في الغيب طايحة بنار رياح القدر، في ايدينا دفة تحدد الاتجاه، وعجل يهدينا نفادي الخطر، ونشك سكتنا في قلب الضباب. والصبر طيب الصبر طيب. لكل قلب ولا حل عين الاشياء ماشيه ورضا. هو ابن ادم
الصبر طيب واللي يصبر ينول، واللي حلم وعيونه صحيح يكون. وعدوا ان الدنيا دي بحالها نول، وسعوا على الله الاتكال والركون. تلاقوا توب العيشة زهزه وطال،